صراحة كان هذا هو الفوز هذا الجميع الجماهير الرجوية في جميع ربوع المملكة، وصراحة هذا الفوز كيف ما كتشوف الجماهير الرجاء الشعب هما فرحانين، وإن شاء الله هذه بداية ديال تتويجات والألقاب، وإن شاء الله الرجاء مازال غيقول البداية ديالو ومازال الكلمة ديالنا من الأمام، وإن شاء الله وديما الرجاء ورغم الإمكانيات ورغم ضعف انتدابات فالرجاء دائما كيهيمن ودائما السيطرة الإفريقية موجودة، والحمد لله كنتمناو وكنطمحوا للألقاب السنة المقبلة إن شاء الله، وكنتمناو أن التوليفة ديال اللاعبين أن تعطي الأكل ديالها في مستقبل المقابلات. كما كتشوفوا معنا بوبليك كامل ناشط، بوبليك كامل فرحان، الدراري كانوا معنا رجالة اون لي دا سوبورتي، ايكيب واعره، واخا الامكانيات ما كايناش الحمد لله دينا لا كوب رجال جابوها من قطر، الحمد لله اول سوبر كوب ديما رجال تيجيبوها خارج المغرب، الحمد لله حنا ديما كنجيبوا لا كوب، ديما كنفرحوا الشعب المغربي فهمتي، حنا معروفين هنا الفينالات ديما كنديوهمش الحمد لله. وكون ريسبي الدراري تاع السي ا كلوب افريكان اللي سوبورتاونا في هذا الماتش ضد دوك الناس. ديما رجاء ديما رجاء. Hold on!